احلى وامتع الانغام بامضاء عشان الفرزز. انا ما نصورش روحي نعمل حاجه اخرى في حياتي بخلاف اني نكون رئيس. من صغرتي وانا رئيس، رئيس القسم في المكتب، رئيس الفرقه في الكشافه، رئيس الطاوله في المصايف، رئيس المدير العام لشركه طبوات الجازوز، رئيس القناه متاعي، رئيس الشق ولولو، وغدوه رئيس الجمهوريه. يا نعم هكا خلقني ربي، رئيس من اللي هبط من كرش امي، صغرتت القابله وعيطت ان شاء الله يطلع رئيس. الرئاسة موهبة ووهرة وهيبة وكرافات، مش دز الباب هاني رئيس، رئيس قائمة ولا رئيس جمهورية كيف كيف، يزمك ستاف هيل يتلهلك بالدولاب ويسكت النبارة. مش مهم تكون ديما موجود، المهم الدولاب يدور وانت تعمل طلة بعض الساعات، وقتها يدوروا بيك اللحاسة والطماعة ويبدأ ضربان البندير وضربان اللغة. وبما انك رئيس تبدا لعبتك الرئاسيه، توعد في هذا وتهنتل في هذا، تشري في هذا وتبيع في هذا. ولهذا يلزمك برشا مواهب. الموهبه الاولانيه يلزمك تعرف تشوط مليح، من نوع باش نوفر لكم 500,000 موطن شغل، ولا احنا نموذج عند البلدان الاخرى. الموهبه الثانيه يلزمك تجبد باللي عارضك، تنجم حتى تطيحه وتجيبه يسف التراب. الموهبه الثالثه يلزمك تعرف تمشي تاكل، تطلع التكلي وتهبط التكلي، وما يهمش في اللي تقسم له ظهره ولا تكسر له كرايمه، ديما تاكل 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 ما تشبعش. انا رئيس مثالي، اخر كعبه في جيل الرؤساء الصحاح. انا من نوع يا جبل ما يهزك ريح، لا تقلقني اوراق حمر ولا صفر ولا تنديد دولي ولا يحايرني تصفير ولا ديجاج. احلى مدام رئيس الجامعه الدوليه في المكتوب، والاعضاء كل واحد شدد عليه دوسي ملغم ومخليهم يبيعوا في الاطراح، عمري ما نتزحزح من بلاصتي وديما نبقى رئيس الجمهوريه. بعسل الفرزز.